أنا حصلت لي قصص كثيرة جدا في حياتي العملية. وفاة ولدي الله يرحمه محمد، متوفى يعني، هو لسه خلص الثانوية العامة وراح مع أصحابه في سفر خارج المملكة وعلى أساس يبدأ الجامعة، والله اختاره. الناس أكرموني، يعني غمروني بعطفهم، تعزية بيعزوني يستمر، يجوا للبيت يعني تقريبا 3 أشهر ما انقطعت الزيارة. يعني أنا أعتبر أنه أنا ربي أكرمني، ربي أكرمني بحب الناس، والحمد لله أهلي عانوا معي لأنه كنت بعيد عنهم. وما أعتبر نفسي أديت واجبي تجاه أهلي، زوجتي وأولادي. كنت بعيد عن ولدي محمد الله يرحمه في شغلي يعني. فمرة قصة حصلت، أنا كنت نازل منه معاه، هو كان معايا في السيارة، نازلين من الطائف إلى مكة، وجالس مع ولدي، ما عمري جلست معاه جلسة كده أنا وياه لوحدنا إلا في المشوار هذا. بعدين يقول لي حبيبي يا بابا، يا ريتني، يا ريتك كنت دايما تكلمني بالطريقة، يعني هذا يبين إنه ولدي كان بعيد، شاعر إني أنا بعيد عليه عنه وأنا مقصر. وكان كل تركيزي صراحة في عملي العام، شعوري الكبير في العمل العام هذا خلاني أبعد عن أهلي يعني كثير. يمكن تقصير هذا مني أنا أعتبره، ولذلك هذه حزت في نفسي كثير. يمكن ربنا سبحانه وتعالى، أنا بقول يمكن ربنا فكه من حاجات كثيرة جدا بموته، وبعتبر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وشيء يعني ما تملك إلا أنك أنت تشكر الله سبحانه وتعالى.